مبروك على العربية الجديدة يا سعادة المستشار. الله يبارك فيك. بس دي مش جديدة ولا حاجة. ها؟ ده شغلي مسلمها لي لغاية ما أجيب عربية بدل اللي انفجرت. في حاجة؟ لا لا مفيش. ممكن بس تربط الحزام عشان ما تفوتش الخلفة. لا لا مفيش حاجة ما تقلقش. ربط الحزام بتاعك كويس؟ ايوه. مش تفتح حضرتك؟ مش هتبطلوا بقى الحركات الرخيصة دي؟ روح بلغ الحمار الكبير اللي بعتك تراقبني، لو ما دفعش الفلوس كلها مفيش حكم، فاهم؟ الفلوس كلها. كلها ازاي يعني؟ تتفقشني ولا ايه؟ روح بلغه باللي قلته لك. على فكرة أنا هدخل يمين في شمال في يمين في شمال عشان ما انتهش من بعض. يلا. مين ده؟ وايه اللي بيحصل بالظبط؟ حاسس زي ما يكون دخلنا فيلم امريكاني ولا حاجه. ما تاخدش بالك، اي بلاوي بتتحدف علينا بسبب الشغل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. على مهلك يا حبيبي. على مهلك. ما تقلقش. منال تشتكيلي الكامل؟ طب تصدقي لو حلفتلك انك لو كنت مشيتي كنت نزلت بنفسي عشان اجيبك؟ صدقاكي. امال انا عديت لك الغلط في بناتي ليه؟ انت كمان غلطتي في احمد. ايه هتعملي عليه حما من دلوقتي؟ احمد ده ابني، يعني لو ناديه زعلته هجيب له حقه. وانا لو هو زعل ناديه انا هجيب لناديه حقها. بس يا رب ربنا يهدي بقى اللي في بالي يوافق. تقلقيش ان شاء الله هيوافق. بس ربنا يهديه انه يوافق بسرعه كده قبل ما نصحى مره فجاه كده نسمع انه اتبرع بفلوسه كلها. يا سعيد كل ده تأخير؟ انت مش عارف اني المفروض اكون مع سامح دلوقتي؟ هو مش عزمني قدامك على سوشي؟ مال كريم ومال اللي بينا يا هالة؟ مال كريم ومال شركتي؟ واضح ان في حاجات كتيرة قوي انت ناسيها يا سعيد ولازم افكرك بيها. اسمها شركتنا مش شركتك يا سعيد. شغل النسوان ده أنا بقيتش أحبه خلاص، وأصلاً ده مش وقته. إيه اللي عملتيه بالظبط يا هالة؟ اللي عملته عملته زمان يا سعيد. لما جيت لي مطرود من عند بابا ومديون، وبايع عربيتك كمان وكنت جاي تتذللي، يا نتجوز يا نتشارك أي حاجة. فاكر يا سعيد ولا مش فاكر يا ترى؟ بتربيني يعني؟ بتعلميني الأدب؟
ما جاش في بالك ان كريم ده ممكن يبيعك في ثانيه علشان يأذيني؟ ممكن ياخد حقك كله ويرجعه الفضل وتقعد انت كده من غير ولا حاجه، صفر. طب اعمل ايه بس يا حبيبي؟ اعمل ايه؟ ما انت حابسني، حابسني عشان انا وحشه، فكان لازم اكلم اخويا يروح يشوف البيزنس بتاعي. عارف ليه؟ عشان انا متعاقبه وناطي. وبعدين نفترض يا سيدي، نفترض يعني ان كريم باع كل حاجه لبابا، ما هو في الاول وفي الاخر بابا في بيتها يعني. بتدمريني يا بنت فضل. اللي حصل ده كله ينتهي النهارده حالا، تلغي التوكيل والواد ده يمشي من شركتي، والا اقسم بالله هرجع الكلبه زي ما قلت لك، لا تطول هناك ولا هنا. انا مش هحاسبك على الالم ده دلوقتي، هحاسبك بعدين يا سعيد. النهارده احب اسمعك بقى الكلام الفاخر. ان من الاخر لو كنت انت ولا اختي الطاف فاكرين ان انا كروديا ولا مختوم على قفايا ولا بني ادم براس بخاخه، تبقى هبت منكم على الاخر. انا عارف كويس اللي بينك وبين اختي الطاف ومن زمان كمان. اولا الكلام اللي انت بتقوله لا فاخر ولا من الاخر، وبالبقين دول انت كده راس بخاخه، لان انا دخلت البيت من بابه وانت عملت فيها حماده لطبش ومش واخد بالك، وكنت واخد لك الحلال سكه وما رضيتش. حلال يا بابا؟ انت هتستعبط؟ إذا كان أصل شغلنا لا مؤاخذة في الحرام. إيش مالك إيه؟ إهدى إهدى، مالك كده؟ حرام إيه؟ يا عم الحمد لله ربنا يغنينا بالحلال، لسه خارج من السجن. طب أعمل إيه؟ إنجز. بالنسبة لموضوع القرشين اللي أنت المفروض تستلمهم مني بعد ما تخرج، أنا عايزك تصبر عليها شوية، وعايزك تمسك الواد اللي أنا حطيت له المخدرات في السجن تقرره، لأن الواد ده كره عليا ناس وخدوا مني الفلوس. ايوه يعني اعمل ايه؟ هو انت صنجيت؟ انت ما سمعتش الكلام اللي انا قلته؟ طب انجز. عايزك تقف في ظهري في السجن وتبقى دراعي. اه دراعك. اه انا اقطعه قبل ما اديهولك. لحد كده وقتم وجابت ناهيه، واسمعك تاني الكلام الفاخر اللي من الاخر. انا دراعي مش هيتفرد ولا هيطول على حد تاني غير عشان بس يحضن ال 15 مليون حقي. ومعادنا بعد شهر ونص، معاد خروجي من السجن، ومفيش اي اوبشن لاي وقت اضافي. ولو ما حصلش انا هاخد روحك. الزياره انتهت يا ابو حنفي. ايه؟ انت اللي تمشي، انا قاعد لسه مستني المأمور. مالك ايه دي؟ امشي انت. انت مش خلصت؟ مالك؟ طالما قلقتي عليا وكلكم كنتوا على اخركم لما حسيتوا ان انا ممكن يحصل لي حاجه، ليه يعني مفيش حد فيكم فكر يكلمني او يعرف حصل لي ايه بالظبط؟ وهو ايه اللي حصل؟ مش ميتنج وطول زي ما قلتي؟ على فكره بان على وشك اول ما شفتيني انك اتبسطتي. انت ليه بس بتداري يا ماما؟ مش عايزه ايه يا هاله؟ اوعي تفتكري ان اسلوب الاستعطاف واللعب بالكلام ده هيدخل عليا. ليه مصرين تعاملوني على اني واحده غريبه؟ ليه مصرين ان الغلطه دي يعني لو كانت غلطه من وجهه نظركم افضل متعاقبه عليها عمري كله؟ ليه مصره تديني ظهرك وانا محتاجه حضنك؟ انا محتاجه حضنك يا ماما. محتاجة حضنك قوي، أترمي فيه وعيط. طب والله والله ما محتاجة أي حاجة في الدنيا دي غير حضنك. ماما أنا في مشكلة كبيرة. مشكلة إيه يا حبيبتي؟ فيكي إيه؟ فيكي إيه؟ فيكي إيه؟ يا سهوكتك يا سهوكتك. ايه يا اختي؟
عارفه تاكل بعقلك حلاوه؟ ايه كلت بعقلك حلاوه دي يا ستنتي؟ ستنتي؟ شايفه بنتك بتتكلم معايا ازاي؟ انا خالتك يا قليله الربايه، انا خالتك يلي مفيش من وراكي غير التعب والهم والغم لكل اللي حواليكي. خلاص يا عفاف، روحي شوفي وراكي ايه. انا مش فاهمه، عمري ما شفت بجاحه ووش مكشوف كده. مش كفايه انها خطفت رجاله؟ خطفت جوز اختها منها؟ لا، كمان ممرمطه سمعتها وسمعتنا كلنا في الارض. كل يوم تعمل فضيحه وجرصه كانها غيه مزاجها عندها. يا اختي صوني شرف ابوكي، ده متبرع ب 150 مليون جنيه، وكل ده عشان يسمع الكلام اللي عليه بالمدح بس. براحته، 150 مليون، 150 مليار، فلوسه، فلوسه هو حر فيها، يتبرع بيها، يولع فيها، يعمل اللي على كيفه. شايفه؟ شايفه يا منال؟ شايفه بنتك بتكلمني ازاي؟ دي عايزه تكدني، بتكدني يا منال. عفاف شوفي اللي وراكي، ولا اخد البنت وانزل. اه يا ماما يلا بينا ننزل، احنا في الجنه يعني؟ دي خرابه. خرابه؟ الخرابه دي هي اللي لمت امك لما ابوكي رماها. الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي شفتك فيه يا شيخ، مفيش نص ساعة غيبها أرجع ألاقيكي شبطانة في حد. الله، معلش يا بنتي، معلش، اتهدي، اتهدي. اتهدي؟ أنت ما سمعتش اللي هي قالته. مش عايز أسمع اللي قالته، دول ضيوفنا، افهمي. لا مؤاخذة يا بنتي، هي بس شوية كده وهتروق. اتفضلي معايا. اتفضل إيه؟ مش شايفة بتبص لي إزاي؟ اتفضلي يا ستي معايا، معلش حقك عليا، تعالي، تعالي. تعالي اتفضلي. هم كل يوم على الحال ده. ماما انت لازم تمشي من هنا، يعني انا مش قادره اصدق اللي بشوفه ده. بابا كده كمان ممكن يعني دكتور احمد ايه وقرف ايه؟ دي بنت غبيه، هي دي عيله تتعاشر دي؟ عيب كده، احترمي نفسك، ده بيت عمك وخالتك، وبعدين على الاقل ده ابن عمها مش طليق اختها. ماما سعيد جوزي، وده اللي حصل دلوقتي، ودي الحته اللي الدنيا موديانا ليها. انا مش فاهمه بصراحه، انتوا باصين للموضوع كاني انا اللي خطفته من جميله. طب ليه ما يكونش يعني مثلا جوازه هو من جميله اللي كان غلط؟ هلا، عشان اريحك ونخلص من كل الكلام ده، لا هعرف اسمعك ولا اخدك في حضني ولا تعاطف مع اي موقف انت فيه قبل ما تحلي مشكلتك مع جميله. جميله اللي اتدمرت من يومها، انت وجوزك حطمتوها. ما اقدرش ابقى معاكي في كفه، لان هبقى بخون اختك، واختك هي اللي مظلومه في الحدوته دي. قبل ما تحاولي تصلحي معانا، صلحي معاه. نورتي.